لا تنسى الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل جرس التنبيهات. رح نحتاج لبطاطا السنبلة، ذرة بوستمان، ربيان من أسماك، بابريكا، بودرة ثوم، كزبرة، كوب جبنة شدر، لتر حليب لونة، نص كوب زبدة ونص كوب طحين. رح نبلش تمارا بأول جزء من الوصفة اللي هو هيو. رح نبلش نعمل صوص الجبنة. رح نحتاج لزبدة أصبع كامل، أوكي، بس بدي أخذ منه جزء صغير عشان نطبخ فيه الجمبري. يا سلام. أوكي، جزء هذا. ليه بيفرق الأكل لما نطبخه بالزبدة عن لما نطبخه بالزيت أو هيك، صح؟ طبعاً 100%. أنا بعمل مثلاً الذرة بالبيت البوب كورن فيه. الذرة بوب كورن فيه، الزبدة؟ شو رأيك؟ آه، نحط زبدة بدل الزيت. طلع كثير زاكي، بس بدك تنتبهي ممكن ينحرق. البوب كورن مع الزبده بنحرق، تحطي شويه زيت معه. اوكي صح، انت دائما بتقولي لازم نخلط. بالضبط. هلا انا هون تمارا بس بدنا نعمل التشيز صوص. اوكي، حطينا الزبده، بدي احط نفس كميه الزبده طحين، زي كانه عم نعمل بشاميل. باي ذا واي انا جاهزه للمساعده اذا بدك. بلشت تمارا. تمارا اليوم وضعها ممتاز. لحظه، قبل تمارا وضعها، فعلا تمارا وضعها، بدي احضر لحالي شوكه، اخبي لي شوكه. طيب اخبي شوكه، هلا بصير هجوم لانه. طيب هلا بس يصير عندي هيك الخليط تبع الزبده والطحين، بدي اضيف عليه الحليب تدريجيا. اوكي، بده يجمد اكيد، هي فكرته انه نحمص الطحين. انت رح تستخدمي هلا كمان شوي الجمبري، صح؟ يس، هلا بدنا نطبخه، بس ما بياخذ وقت لانه الجمبري هذا نص مطبوخ، اللي هو من اسماك بيجي فروزن نص مطبوخ اصلا. انا كنت حابه ارجع اذكر كل اللي عم بيتابعونا على منتجات اسماك اللي موجوده زي ما انتم شايفينها معنا بمطبخ بهار ونار. طبعا هي العبوه صارت جديده، حلو الواحد من وقت للتاني يلاقي مثلا اللوجو متغير، الالوان اللي للعبوه بتكون مختلفه، فهذا الشيء كثير بيساعد على انه فعليا بتحافظ على القوام لجوا المواد اللي بتكون موجوده فيها، سواء كانت مثل ما حكينا هذيك المره الجمبري، اليوم مثلا عم تستخدم لين الصغير البيبي شريمز، او كمان مثل ما قلنا هذيك المره برضو بالحلقه السابقه بالنسبه لموضوع الكلاماري وغيره. فاليوم اللي بيميز اسماك بانها ما بتتفتفت بالطبخ، وهذا الشيء رح نثبته اكثر مع لين. هلا بما انك حكيتي نص طبخه بتكون موجوده، صح؟ نص طبخه، فرح تاخذ دقيقتين على النار بس. هلا كمان انا ما بدي اوتركم لانه معظم الناس بيقولوا احنا بلد يعني ما عندنا زي ما بيقولوا بحر، الا البحر الميت الله يخلي لنا اياه، ولكن هو فعليا احنا ما عندنا اسماك يمكن كثير، ولكن منتجات اسماك دائما بتكون طبيعيه فريش في متناول الجميع بالنسبه لموضوع الاسعار والاحجام والكميات، اللي جا على باله بيقدر ياخذ الحجم اللي بيحتاجه، بالاضافه انه موجودين في كل مكان، موجودين في عمان. طيب وبرا عمان كمان. شوفي انا بدي اخذ وحده وحده وحده. يلا حاضر. الكل بيقول لي اقلي زياده بطاطا، قد ما هي زاكيه هاي البطاطا. طيب بكل صحن نحط هيك كمية بطاطا، هلأ من طول الباقيين يعني لسه في صحنين زيادة بطاطا؟ طبعاً ثلاثة كمان. ماشي، أنا بحب رقم ثلاثة بشكل عام. الصوص عندي بلش يجمد، بس يبلش يجمد بدي أضيف عليه كمية جيدة جداً من جبنة التشيدر. الله يسعدك. وبدي أحركهم، بصير تيجي تحركي لي إياهم؟ حاضر، 100 طلب زي هذا الطلب، أعطيني معلقة على جنب. اليوم تمارا يعني الحماس تبعها. انت مو عارفة أنا قديش بحب الأشياء اللي أنت عم تعمليها، يعني بشكل عام بحب الكريمة، بشكل عام بحب التشيز، بحب الجمبري، بحب الرز، كل شيء. والله أنا بحب الأكل كله، أنا ما بقدر أحكي لأ لأي شيء صراحة. جينا أحكي لك شغلة، بعرفش هلا بتقولي عني بعرفش شو، بس زي ما بدك. حاسة حالي عم بعمل ماشت بوتيتو. هي هاي صوص جبنة يعني زي اللي بنحط على الماش بوتيتو وعلى البرجر، باي ذا واي. ها هي عرفنا السر، شفتوا؟ طيب الحمد لله، خليني اخذ عنك. خدي. هيك الصوص صار جاهز، طلعي ما احلى تمارا. صوص الجبنه صار جاهز، هلا حان دور الربيان. ماشي، من اسماك اللي ما رح ياخذ بايدنا غلوه اليوم. عن جد ما رح ياخذ بايدنا غلوه، بدي احط الزبده.
بي ريحة البطاطا المقلية مشهية يا جماعة. طب بصير أسرق كمان؟ أنا شفت بحب أقول قبل ما أسرق. بريئة. مو معقول قديش بياكل بطاطا من سنبلة، مو معقول. أوكي، بدنا نحط زبدة تمارا. بعدين بدي أحط الربيان على الزبدة ونقلبهم مع البهارات سريعاً بهالطريقة. عم نستخدم كمان هنا ذرة بوستمان لأحطها معاهم عشان الذرة ضروري؟ هي جزء من الوصفة. أوكي أوكي، بعدين نحط عليهم البابريكا يا سلام والبودرة الثوم ونحركهم. بدهم بالضبط يعني دقيقتين هلأ وبيصيروا معنا جاهزين. يلا طيب أنا رح أخذ معنا اتصال. يلا وبعد هيك بنكمل نشوف شو صار في الجمبري. الو مساء الخير. الو مساء الخير، اهلا وسهلا فيكي. كيفك ست تمارا؟ انا كثير منيحه، انت كيف حالك؟ حبيبتي الله يسعدك، انا كويسه مشتاق لكم. ان شاء الله دائما منيحه يا فداء. دائما متالقه ودائما حلوه، اليوم لسه احلى اكثر كمان. شو بتغزلي فيكي بعدين؟ شكرا شكرا احرجتوني حبيبتي. ما هو مش عارفه اثبت حالي بهالبرنامج الا بس هيك، اما هم ما شاء الله بالطبخ يعني مكسرين الدنيا. ليش يا تمارا بنحبك احنا. الله يعينك على الطبخات اللي انت عم تشوفيها وبتسوقي منها يعني. فداء شفتي اللي مدمس ماله؟ شفتي تمارا وهي بتطبخ يا فداء؟ شفت تمارا وهي بتطبخ، هي معدله بس هي ما بتحب تحكي لكم عن وصفات. بخاف من الحسد عرفتي. طيب فداء لو بصح لك اليوم تغيري إشي بهالدنيا، شو ممكن تغيري بالعالم؟ والله يعني هذا السؤال صعب كثير يعني أن أجاوب عليه، لأنه في أشياء كثير الواحد بنفسه أن يغيرها بس ما بيستطيع يعني. طب أنت يعني لنفترض أنه إحنا هلأ بعالم الأحلام، ألس في بلاد العجائب، شو ممكن تتخيلي نفسك تغيري؟ ممكن أغير الناس اللي عايشة بهذا الكون. إيش هو؟ الناس، العالم. الناس؟ خلص هذا شو كل واحد فينا له اخلاقه وله صفاته الدنيا كلها. بس انت اليوم زعلتيني. طيب. لما حكيتي عن فصل الشتاء. اوكي برافو شكرا اتفقنا. زعلتيها. فصل الشتاء ازعل. هي بتقول زعلت. بدنا نتفق. انا مزعله كل العالم على فكره، ما بتتخيلوا امي اول وحده بزعلها، بتحب فصل الشتاء وانا بكرهه، يعني شو اسوي؟ لا حلو فصل الشتاء لا يعلى عليه صراحه. حلو كثير طبعا، انا مع شيفلين وكثير حلو واحلى حلقاتها كانت وهي بتركيا بشي. حبيبتي 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 رمضان هدول سلاماتي لشيف امتياز كثير اكيد نوجه لها تحيه طبعا. حبيبتي الله يرضى عليك. الله معك، اهلا وسهلا فيك يا فداء. طيب هلا بدنا نطبق بس صحن يا مروه سريعا، ممكن نطبق صحن سريعا. بدنا ناخذ من خلطة الربيان، ركزوا لي على الموضوع هون، مع الذرة، يعني هي هاي مش دسمة، لا حكي فاضي، أنا بعتذر عن سوء التنسيق. خدي راحتك انت اسكبي بس. اوكي وبعد هاي بدنا نحط جاهزين. خدي راحتك انا بقول برضو اسكبي اسكبي طبقات طبقات. استني بس انت مش مخلطيني الجبنه جيدا على فكره، انت قلتي لي خلص تمام. ننحط بحطها فيكي تمام عن جد. ننحط جبنه بعدين اخر شيء شويه كزبره عشان يعطي نكهه وهيك خلص.